أخيرا اكتشف العلماء أن السبب الحقيقي اللي بيجعل المدخنين بيظهروا في سن أكبر من غيرهم من غير المدخنين وبالذات النساء هو البحث اللي نشرته مجلة لانست الطبية والمجموعة من الدارسين في الأمراض الجلدية بيقولوا إن التدخين بينشط جين وراثي بيعتبر هذا الجين هو المسؤول الأول عن أنزيم جلدي بيسبب تجاعدات الجلد. طبعا انتوا عرفتوا ان احنا داخلين على فقرة الجمال والجلد اللي بنتقابل فيها كل يوم احد، وطبعا دي دعوة من برنامجنا صباح الخير يا مصر للنشاط والحيوية بعد الفقرة الرياضية بنبذ التدخين والبعد عنه. وهنعرض دلوقتي مع حضراتكم من خلال فقرة الجمال والجلد مجموعة من الاستفسارات وردت لهذه الفقرة عما يسمى ببروتينات البرد، هل هي موجودة داخل جسم الإنسان أم خارجه؟ هذه الاستفسارات هيجاوبنا عليها الدكتور منير ويليام في فقرة الجمال والجلد اللي بيعدها طارق أعجمي وبتقدمها لنا غادة عبد السلام وصباح الجمال. ويا ترى في بروتينات للصيف كمان؟ هنعرف بقى، معرفش، يمكن في حلقة جاية. نشوف دكتور منير. مشاهدينا الاعزاء صباح الخير واهلا بكم معنا وفقرتنا الاسبوعيه فقره الجمال والجلد. يمكن وصل للبرنامج بعض التساؤلات عن موضوع ومسمى جديد لاول مره بنسمع عنه وهو بروتينات البرد. بعض التساؤلات وصلت من الساده المشاهدين حول هذا الموضوع واستفسارات كثيره واسئله عديده هنناقشها مع حضراتكم ومع الاستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحه التجميل والامراض الجلديه. صباح الخير يا دكتور منير. صباح الخير. بروتينات البرد ايه حكايتها؟ وفي تساؤلات كتير وصلت عنها لكن عايزين نعرف من حضرتك ما هي بروتينات البرد؟ الحقيقه ده موضوع جديد جدا واحنا هنتكلم فيه. فبروتينات البرد دي مجموعه من البروتينات الغير موجوده في الجسم في الشخص العادي او موجوده بنسبه ضئيله جدا تكاد لا تذكر، ولكن هي تعتبر نوع من الاجسام المضاده الغريبه. عشان اقرب الصوره للمشاهد فبقول ان احنا لو خدنا عينه دم من شخص 5 سم وحطيناها في انبوبه اختبار، بنبص نلاقي فيه دم بيتجلط بيترسب وفي سيرم موجود فوق لونه اصفر. لو فصلت السيرم ده وحطيته في انبوبه اختبار وسبته في الثلاجه العاديه، اجي بعد 3 4 ساعات هلاقي فيه ماده تترسب. هذه الماده هي بروتينات البرد. اذا انا سخنت هذا السيرم هلاقي الماده تختفي. فهذه البروتينات زي ما اسمها موجود عباره عن اجسام بروتينيه لا تظهر الا عند البروده الشديده. ومن هنا يمكن ارتبط اسمها بالبرد، لان هذه البروتينات اذا وجدت في الشخص الذي يعاني من مرض معين هتكون نتيجتها ان هي هتترسب في مكان معين من جسم الانسان واماكن كثيره جدا. يعني لو اترسبت على سبيل المثال في الشريان الرئيسي للعين ممكن تعمل ترسيب لبروتينات البرد وتؤدي الى الاصابه بالعمى. لو اترسبت في الشريان الرئيسي من الشرايين الرئيسيه في المخ ممكن تؤدي الى تكوين شلل في الجلد. احنا بنشوفها بعلامات كثيرة جدا. على سبيل المثال يعني ممكن الشخص بيجي بصورة ارتكاريا البرد، يعني الشخص اللي موجود طول الليل في البرد بطريقة معينة بيجي لنا الصبح نبص عليه نلاقي شفايفه وايديه ورمة. او ممكن يكون بصورة تانية تلاقي الشخص بينزف تحت الجلد مجرد اقل خبطة. او ممكن نلاقيه بصورة ثالثة ان الشخص بيجي على هيئة قرحة مش عايزة تتعالج لفترة طويلة. او ممكن نلاقيه بصورة رابعة على هيئة فقاعات معينة موجودة في الجلد. أو ممكن نلاقيه في صورة خامسة على هيئة تورم في الأنف أو الأذن وهكذا. إذا هذا الموضوع بس في أشخاص محددين بحيث إنك تلاقي هذا المنظر في هؤلاء الأشخاص. يعني هي معانا تساؤلات الحقيقة كتير، هم بيقولوا ما هي بروتينات البرد وليه ارتبط اسمها بالبرد. حضرتك ذكرت إنه ليها علاقة بالبرودة وطبعا أكيد ليها علاقة بفصل الشتاء. بالظبط، بس هي في حالات ممكن يكون بروتينات البرد نسبتها عالية جدا في الدم فممكن تظهر في الصيف، لأن لكن هي في الاساس بتكون موجوده في فصل الشتاء. طب حضرتك ذكرت ان هي موجوده في اشخاص محددين، ايه صفات هؤلاء الاشخاص؟ هي الحقيقه بروتينات البرد ليها مجموعه كثيره من الامراض. على سبيل المثال احنا ممكن بنلاقي بروتينات البرد في مجموعه من الاورام الخبيثه وبالذات سرطانات الدم او اورام الدم، اشهرها لوكيميا الدم او مرض الامراض الاورام الغده الليمفاويه زي مرض هودجكين وهكذا. الحاجه الثانيه ممكن نلاقيها في مجموعه من الامراض المزمنه زي الدرن زي الجذام زي الزهري وهكذا. المجموعة الثالثة ممكن نلاقيها في مجموعة من أمراض المناعة الذاتية زي مرض الذئبة الأكولة زي مرض الفقاعة وداء الفقاعة.
ممكن نلاقيها في المجموعه الرابعه، مجموعه من الامراض الجديده علينا زي مرض بهجت وهكذا. هي دي مجموعه الامراض، وعشان كده انا بقول لك هذه البروتينات، بروتينات البرد غير موجوده في الاشخاص العاديين، دي موجوده في الشخص المصاب بحاله مرضيه معينه. هو في استفسار اخر بيقول هل هناك علامات واشكال بتصاحب بروتينات البرد يمكن هي اللي حضرتك ذكرتها، وفي سؤال اخر بيقول اذا كان هناك تحاليل معمليه يتم عملها للكشف عن بروتينات البرد، هل هناك بعض التحاليل اللي بتساعد في اكتشافها؟ بالضبط، هو التحاليل بتنقسم الى مجموعتين، المجموعه الاولى تتعلق بالبروده زي ما انا قلت بالطريقه البسيطه، ان احنا بناخد البروتين وبنرسبه بطريقه معينه تحت درجة برودة معينة بيبتدي يترسب هذا البروتين، وإذا سخنا هذا السيرم بيبتدي البروتين يختفي تماما. الطريقة الثانية اللي هي أهم، إن احنا بنستخدم مجموعة من الصبغات. الصبغات دي بتحدد لي نوع البروتين الموجود هذا. إذا كان نوع البروتين مكرر هو بذاته، على طول الدكتور بيفكر إن الحالة دي احتمال كبير قوي يكون فيها ورم في الدم. إنما إذا كان نوع البروتين مختلف، ده معناه ان المريض ده عنده التهابات مزمنه متكرره، فده على طول بنفكر في الالتهابات الحاده. فعن طريق صبغات معينه بنقدر نحدد نوع البروتين. اذا كان مكرر هل احنا هنفكر في اورام، ولا احنا هنفكر في التهابات مزمنه وحاجات زي كده. هل اي شخص عادي مفروض يتوجه لعمل هذه التحاليل، ولا الاشخاص اللي حضرتك ذكرت ان هم مصابين بهذه الامراض فقط؟ لا لا، مش اي شخص عادي علشان الناس ما تبقاش حاجه، لا لا، ده دي اشخاص خاصه وحالات خاصه جدا وليها علاقه بوجود هذه البروتينات. وزي ما قلت لسيادتك كلها مجموعه من الامراض الجديده، هي امراض احنا بنشوفها كتير قوي بالنسبه للامراض الجلديه، لكن هي تعتبر مجموعه من الامراض الجديده. ومن ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها ان الوباء الكبد الفيروسي ممكن بروتينات الدم لو لقيناها فجاه في شخص ممكن نلاقي بتكون بدايه لتكوين وباء الكبد الفيروسي. يعني في حالات كثيره جدا بنلاقي المريض عنده وباء الكبد الفيروسي سي، وبعد كده هو يبتدي بروتينات الدم تظهر، او العكس، بروتينات الدم تظهر الاول وبعمل له تحليل كل 6 شهور وبص الاقي ابتدى يظهر الوباء الكبد الفيروسي جيب بالنسبه لهذا الشخص. هو في سؤال اخر بيقول هل هناك طرق للوقايه من الاصابه ببروتينات البرد؟ الحقيقه ده موضوع يعني صعب جدا، ما فيش طرق للاصابه، لكن الشخص اللي هو عنده بروتينات البرد عاليه بنقول له دايما حاول انك تدفي جسمك كويس قوي، حاول انك انت تكون موجود في مكان مغلق في دفايه موجوده جدا، ابعد تماما عن الجو البارد، والا هيكون معرض للانتكاسه من الانتكاسات اللي انا قلت عليها، لان زي ما قلت لسيادتك خطوره المرض عاليه جدا. ده كمان عايز اقول لسيادتك ان في اشخاص بنلاقي عندهم بروتينات البرد عاليه، وبعدين هذا الشخص بنمنعه وبنحذره من اكل الايس كريم، ده ممكن لو اكل ايس كريم يغمى عليه. مش كده وبس، ده في ناس بنلاقي عندهم بروتينات البرد عاليه جدا ومكتوبه ومسجله طبيا عندنا في الكتب والقراءات العلميه بتاعتنا، ان في اشخاص كان عندهم بروتينات البرد عاليه جدا ونزلوا في حمام ميه ساقعه وتوفوا. عايز قد ايه خطوره هذه البروتينات؟ لان زي ما بقول لسيادتك بتترسب في شريان رئيسي فجاه، وعشان كده هذا الانسان محتاج لمعامله خاصه. لكن لحسن الحظ ان في اجهزه خاصه زي اجهزه الغسيل الكلوي بيتحط عليها المريض وبتتعمل له غسله بسيطه جدا وبيتم فصل هذه البروتينات وبيرجع الشخص كما كان والحاله تتحسن جدا. الشخص اللي عنده قرحه في رجله مش عايز تلتئم تبص نلاقيها في خلال اسبوع ابتدت تظهر فيها علامات الالتئام. يعني نوع من انواع غسيل الدم يا دكتور؟ حاجه من انواع بالظبط، ده الحديث والجديد جدا في الطب اللي موجود دلوقتي، ودي موجوده وبتبقى على مستوى كبير هنا في مصر، وان بيتعمل غسيل كامل للدم بحيث ان احنا بنشيل بروتينات الدم وبتدي نتائج باهره جدا والانسان بيرجع طبيعي جدا كان شيئا غير موجود بالنسبه له. شكرا. شكرا. اعزائي المشاهدين في نهايه لقائنا بنشكر الاستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحه التجميل والامراض الجلديه، وبنلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم. شكرا والى اللقاء.